اول درس معانا يا صف ثاني اللي هو الجذر التكعيبي للعدد النسبي، ده اول درس في الحكم. ايه الفرق بين الجذر التربيعي والجذر التكعيبي؟ لما انا اقول الجذر التربيعي للاربعه يبقى جذر الاربعه كام؟ جذر تربيعي بنكتبه كده، الجذر التربيعي للاربعه 2، لان الاربعه دي عباره عن 2 في 2، الرقم اللي بيتضرب في نفسه مرتين يديني الاربعه هي الـ2، فعشان كده بقول الجذر التربيعي للاربعه 2. لكن لو جيت تمام. قلت لك الجذر التربيعي للسالب 4، مفيش حاجة اسمها جذر سالب، ملوش جذر، هنقول غير ممكن، ما ينفعش. حتى لو جيت تعملها بالآلة، الآلة هتقول لك ايرور، هتشتمك على طول، تقول لك الكلام ده ما ينفعش، مفيش جذر تربيعي بالسالب، لأن مفيش رقم يتضرب في نفسه مرتين يديني سالب 4. ده لو ضربت سالب 2 في سالب 2 هيديني موجب 4، لأن سالب في سالب بموجب، يبقى عشان كده مفيش جذر تربيعي لسالب. أما إيه الجذر التكعيبي بقى؟ الجذر التكعيبي بنحط على الجذر كده 3. طب لما أقول لك الجذر التكعيبي لل 125، يعني إيه الرقم اللي اتضرب في نفسه 3 مرات عشان يدينا 125؟ 5 في 5 في 5، فكده الجذر التكعيبي ل 125 هتبقى 5. طب لو انا قلت لك انا عايز الجذر التكعيبي للسالب 125، هنا يبقى سالب 5 عادي، يعني الجذر التكعيبي للسالب عادي. طب ليه يا مس؟ عشان احنا لو ضربنا سالب 5 في سالب 5 في سالب 5 هيديني سالب 125، يبقى عشان كده يقولنا الجذر التكعيبي للسالب 125 بسالب 5، لان سالب في سالب بموجب، وموجب في سالب هيعطينا سالب، يبقى الجذر التكعيبي للسالب عادي مفيش مشكلة. لكن لو قال لي جذر تربيعي لسالب، لا ده ما ينفعش، غير ممكن. طيب هو الجذر التكعيبي أصلا بيتجاب إزاي؟ بنعمل حاجة اسمها تحليل. يعني لما أقول لك هل الجذر التكعيبي لـ27، يا مس أنا عايزة أعرف الرقم اللي اتضرب في نفسه 3 مرات يديني 27، هبدأ أعمل حاجة اسمها تحليل. يعني هاخد الـ27 كده وأحللها لعواملها الأولية، يعني الأعداد اللي هقسم عليها تبقى أعداد أولية بس، أول عدد أولي هو الـ2، 27 ما ينفعش تقسم على الـ2، أشوف اللي بعده الـ3، 27 على الـ3 فيها الـ9، الـ9 تتقسم على الـ3 فيها الـ3، والـ3 تتقسم على نفسها فيها الـ1، الـ3 اتكررت 3 مرات، الـ3 دول بناخد منهم هي 3 واحدة، يبقى جذر 27 3. طب هو انا في الامتحان هقعد اعمل كده؟ لا، هنجيبها بالآلة، بس انا لازم افهمك لان الآلة مش اذكى منك، لازم افهمك هي الآلة جابتها ازاي، ان احنا عملنا حاجة اسمها تحليل. تاني، لو انا قلت انا عايزة الجذر التكعيبي لل64، عايزة حد يحلل معايا، يلا 20 كده حللي معايا، الـ64 بتقبل اسمه على، يلا 20، 64 هتتقسم على الـ2 عادي خالص مفيش مشكلة، 64 على الـ2 فيها الكام؟ فيها الـ32، والـ32 هتتقسم على الـ2 فيها 16، 16 على الـ2 فيها الـ8، 8 على الـ2 فيها الـ4، 4 على الـ2 فيها الـ2، و2 على الـ2 فيها الـ1. لازم أوصل آخر حاجة للـ1. إحنا قلنا ده جذر تكعيبي، يعني من كل مس حاجة قررت 3 مرات. نعم يا شيرين، جاوبتي في الآخر. من إيه، كل لا حاجة بتاع عمل بس اللي كان معلق. بس هذا السؤال، ماشي، هو انت ما قسمتيش على الأربعة؟ عشان الأربعة مش عدد أولي، احنا بنحلل عواميله الأولية، العدد اللي أنا بقسم عليها بس اللي هي الأعداد الأولية، الأعداد تمام. الأولية اللي هي 2 3 5 7 11 13، اللي هي العدد الذي يقبل القسمة على نفسي والواحد فقط. تمام. طالما جبت تكعيب يبقى أنا هاخد من كل 3 هاخد واحدة بس، من كل 3 هياخد واحدة بس. طب يبقى كده الناتج ايه يا مس؟ 2 في 2 ب4. يا مس انا في الامتحان هقعد اعمل كده؟ لا مش هتعمل كده، مش هتقعد تحلل، مش هتقعد تعمل كل ده، بس لازم تعرف هي جات منين. إيه؟ انا كل اللي هعمله هجيب الآلة واكتب الجذر التكعيبي لل64، هتطلع لك على طول ب4. ده معنى الجذر التكعيبي. ايه سؤال بقى الامتحان بقى؟ ايه السؤال اللي بيجي في الامتحان؟ بيجي لك معادلات ونبدأ نحل المعادلات، لكن طبعا مش هيجي التفاهة دي.
أول معادلة اشتغلنا عليها لما قال لي 40 س تكعيب ناقص 1 بتساوي سالب 136. كنا بنحل ازاي المعادلة دي؟ أول حاجة بنودي سالب 1 ده هناك الطرف التاني بعكس الإشارة بالزائد. ال40 س تكعيب كده ما فضلش جنبيها حاجة، بقت لوحدها، لأن سالب 1 مشي الناحية التانية، صح؟ مش انا نقلته هناك بعكس الاشاره، طالما عدى الناحيه التانيه لازم يغير اشاره. سالب 136 وموجب 1، لما تلاقي الاشارات مختلفه اطرح وخد اشارتي الكبير. يعني 136 هنا اشارتها ناقص، والواحد هنا اشارته زائد، يبقى هطرح 136 ناقص 1 يبقى 135. طب اشارتي الكبير السالب، بعد كده خلاص من ال40 هنقسم الطرفين على 40، يبقى السين تكعيب هتساوي سالب على موجب بسالب 135 قسمة 40 ب27 على 8. في حاجتين لازم تعرفهم، إن الأس عكس الجذر. يعني هنا أنا عايزة أمشي أس 3 عشان السين ما تبقاش بأس، أعمل إيه؟ أخد الجذر على طول. يعني أنا هاجي كده على جنب وأقول له بإغف الجذر التكعيبي للطرفين. صح معايا يا شباب؟ الناس بتكتب ولا لا؟ الناس بتكتب ورايا ولا قاعدة بتتفرج؟ الناس ما قاعدة افطرها وبتكتب، ماشي؟ ما لاقيش حد يا جماعة مش قاعد بيكتب ورايا. ممتازة، الناس اللي بتجاوب دي شطورة. هناخد الجذر التكعيبي هنا وناخد الجذر التكعيبي هنا للطرفين. يا مس ليه انا اخدت جذر تكعيبي؟ عشان الأس بيمشي مع الجذر، وانا عايزه س من غير اس 3، عايزه س بس، فعشان كده انا خدت الجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي سالب 27 سالب 3، يعني 3 في 3 في 3 ب 27، وال8 2 في 2 في 2، يبقى الس بتساوي سالب 3 على 2. بس خلصت الاجابه. هي سالب 3 على 2 دي بتنتمي لنون. هي مين نون دي اصلا؟ نون دي اللي هي الاعداد عدد النسبيه. الأعداد النسبية بحيث ب لا طبيعي، تساوي صفر. صح كده، بشرط المقام لا يساوي صفر. طب عايزة الناس ترفع ايديها، هو ايه العدد النسبي؟ ايه هو العدد الغير نسبي؟ اعرف منين هو العدد ده نسبي واعرف منين هو العدد ده غير نسبي؟ في شيرين رفع ايديها، بس مين الباقي؟ انا عايزة شغل يا جماعة. فاطمة، تمام. ها، مفيش غير فاطمة وشيرين. عايزه الناس تشتغل معايا، احنا في الحصه لازم يبقى في تفاعل، لازم انت بتحل، لازم انا بسأل انت بتجاوب معايا، يعني كده التفاعل اتنين بس. يلا يا فاطمه. السلام عليكم. أنا بيبقى العدد غير النسبة لما يكونش لي إجابة. يعني ايه ما لكمش بيه اجابه؟ زي ايه يعني؟ يعني مثلا زي جذر كده 5، جذر التربيع 5. صح، الجذر التربيعي الخمسة ملهاش إجابة، فعلا ملهاش، مفيش جذر للخمسة. إيه جذر؟ مين الرقم اللي ضرب في نفسه يدينا خمسة؟ ممتاز، يعني الرقم اللي ملوش جذر. ممتازة. إيه تاني؟ ممكن برضو يعني بس أنا مش فاهمة هو إيه بالظبط، بس يعني ده مثال. طيب انتي قلتي صح، اول حاجة الرقم اللي ملوش جذر ده عدد غير نسبي. طبعا احنا بنرمز للعدد النسبي نون، العدد الغير نسبي نون شرط. صح، هو الرقم اللي ملوش جذر بينتمي للاعداد اللي هي الغير نسبية. من الاخر كده، اللي ملوش جذر زي جذر 5، زي جذر تكعيب الاثنين، الحاجات اللي ملهاش جذر. وايه تاني؟ والرقم اللي ما بينتهيش الكسر العشر غير منتهي الغير متكرر. تاني، الكسر العشري الغير منتهي وغير متكرر. لازم الحاجتين، من غير منتهي وغير متكرر، لان لو غير منتهي ومتكرر هيبقى نسبي. زي ايه مثلا يا مس؟ زي 2.3514، اهو ده كسر عشري ما بينتهيش، لسه في ارقام تانية كتير، والارقام اللي جت بعد البوينت دي ما اتكررتش. يبقى ده غير نسبي؟ يبقى ده غير نسبي. اما النسبي لا، بينتهي زي ما اقول 2 مثلا وخمسة من عشرة، 2 و53 جزء من 100، ده كده نسبي عادي، انتهى.
طب لو ما لو ما لو ما انتهاش بقى، بس القرع زي ايه؟ 2 3 3 3 3 3 3. اه لا ده نسبي برضه. ليه مس؟ لانها اتكررت. هي امتى تبقى غير نسبي؟ لو ده ما اتكررش. اه بناخد ساعتها واحده بس، ونروح حاطين ساعتها نقطه عليها كده اسمه كسر عشري دائري او دوري، فاكرينه؟ نفسه وانا في اولى اعدادي كامل الاولين. تمام نكمل. يبقى هو بيقول لك كده هات مجموعه الحل في نون. لما بيجي يقول لك كده وجد مجموعه الحل في نون صاد ناقص 2 كل أس 3 بتساوي سالب 343. مين اللي بيمشي الأس يا شباب؟ أنا عايزة أمشي أس 3. ينفع مس أودي السالب 2 دي هناك بموجب 2؟ غلط. ليه يا مس؟ لأن السالب 2 دي مربوطة بالأس 3، لازم أتخلص الأول من الأس. مين اللي ماشي لي الأس؟ قلت لك حاجتين أنا عكس بعض، مين أنا هو؟ أنا قلتش أنا، نرجع علينا. اللي ماشيين الأس إيه؟ قولي يا شيرين، مين اللي ماشيين الأس؟ الجذر الجذر التكعيبي. ممتاز. يبقى اللي للطرفين. ماشيين، آه شاطر، يبقى اللي ماشيين هنا الأس 3 ده الجذر التكعيبي للطرفين. يعني أنا هاخد زي ما شيرين قالت كده الجذر التكعيبي هنا، وآخد الجذر التكعيبي هنا. ليه؟ عشان أس 3 دي تمشي مع الجذر التكعيبي، عشان يفضل دي صاد نقطة 2 من غير أس بقى، بقت حرة أهي. مشيت بتساوي الأس سالب 3 7. كده صح. 7 في 7 في 7 343. حل مسألتك عادي بقى. السالب 2 دي هتوديها هناك بعكس الإشارة، بزائد 2 2 هتساوي يبقى سالب 5. الصاد صح كده. 7 ناقص 2 5، وبناخد إشارة الكبيرة اللي هي السالب. لما تلاقي دايما الإشارات مختلفة، سالب 7 موجب 2 بتطرح وتاخد إشارة الكبيرة. السالب 5 دي بتنتمي لنون؟ اه. احنا قلنا مين ما بيتنبيش لنون؟ لو كان عندي كسر عشر غير منتهي غير متكرر، ولو رقم ملوش جذر، ساعتها هنقول ما بينتميش لنون. لكن السالب 5 بتنتمي لنون، يبقى اقول له كده مجموعة الحل، نفتح كده قوسين مجموعة ونكتب سالب 5. طيب سؤال تاني، انا عايزة حد ياخد سكرين عشان ينزل الكلام ده على الجروب يا شباب. عايزين حد ياخد لنا سكرين وينزل لنا الكلام ده على الجروب. ايه ده مفيش حد شغال الموبايل؟ محدش هيتقال المهمة دي ولا ايه؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ رودي؟ ايوه يا مش رودي هاخدها انا سكرين. تمام، وتنزل لنا على الجروب كل حاجة بقى يا رودي احنا هنكتبها. تمام يعني انا خلصت الصفحة دي، خدنا السؤال ده وحليناه، هتكتب سؤال تاني برضه وهخلصه وبرضه هتصوري. تمام تمام. اجهزي بقى لأي سؤال بتصوريه بعد ما تخلصي. سؤال تاني يا شباب، 27 س تكعيب ناقص 2 بتساوي 62. أنا عايزة الناس تشارك يا جماعة. على فكرة الناس اللي بتشارك دي أنا بكتب اسمها على جنب، أنا شغالة بورقة وقلم. تمام اللي بيشارك زي شيرين كده، فاطمة، الناس اللي بتشارك دي انا بكتب اسمها علشان انزل على الجروب اللي كان موجود وبيشارك، واللي كان موجود ومش موجود في نفس ذات الوقت. هو موجود بس ما بيشاركش، فكده معناه ان هو مش موجود. نرفع ايدينا يا شباب. طيب اختار انس. يلا انس. يلا يا انس بسرعه يا جماعه. الاقي ناس فاتحه المايك، الناس قافله المايك كلها ليه كده؟ وقافله الكاميرات ليه؟ يا مس، ممكن سؤال؟ اتفضلي يا هو مين لما ميار؟ بيكون عن يا مس، انا لسه اتفضلي جديدة. ماشي يا هو لما بيكون عندي مسألة زي كده، يعني دول في قوس وعندي بره القوس رقم كمان قبل علامة اه ما اليساوي. دي لسه هتجيلنا، جايه دي بعد دي على طول ان شاء الله. تمام يا ميار؟ تمام يا مس، يلا يا تمام أنس يا يا مس. باشمهندس انا أنس، يلا مس انا أعمل لسه إيه الأول؟ محول، لسه محول لغات، لسه محول عربي. ف يعني ما ماشي ماشي أنا معاك، مش لازم تحل صح عادي أنا معاك. الأول كده أنت شايف نماد دي مين الناحية التانية؟ السالب 2 دي لو راحت الناحية التانية هتروح بسالب 2 برضو، ولا بتروح بعكس الإشارة يا أنس؟ بعكس الإشارة. يعني هتروح بزائد 2.
يبقى انا كده خلصت من السالب 2 دي اول حاجه، وديتها هناك بزائد 2، يعني 27 سين اس 3 بتساوي، اجمع 62 زائد 2. 64. تمام. تاني حاجة احنا عايزين نخلص منها يا أنس، الـ27 دي مضروبة جوه ضرب السين، عارف زي ما أقول كده 27 إكس تكعيب هي نفسها، كل حاجة احنا بس شلنا بدل من الإكس تكعيب رحت حطيناها سين تكعيب، بس مش حاجة يعني، فهي الـ27 مضروبة في السين تكعيب، فأنا عايزة أمشي الـ27، يبقى أعمل إيه؟ عكس عملية الضرب عملية القسمة، يبقى أنا هقسم الطرفين على 27. طيب يا أنس، قسمنا 27 على 27 فيها الواحد خلاص، يعني ستين تكعيب بقت لوحدها بتساوي 64 قسمة 27، هتفضل زي ما هي 64 على 27، ما ينفعش يتقسموا على بعض أصلا، هيتسابوا كده. أنا لسه قايلة معلومة يا أنس، إيه هي؟ مين اللي يمشي لي الأس 3؟ ها، أنا عايزاها سين بس، عايزاها من غير سين أس 3، قولي بس المعلومة دي، مش عايزة منها غير المعلومة دي يا أنس، إيه اللي ماشيل السين أس 3؟ إيه اللي ماشيل الأس بتاع الثلاثة ده؟ السين أنا عايزة أمشي أس 3 اللي على السين، مين اللي ماشيل الأس ده؟ مين عكس الأس؟ أنا عمالة أقول مين عكس الأس؟ مين الاتنين اللي عكس بعض؟ إن أنا لو لقيت كذا أحط كذا، لو لقيت كذا أروح حاطط كذا. طيب يا عبيدة، عارف هنعمل ايه يا عبيدة؟ لسه داخل بس مش ماشي يا عبيدة ركز عشان هسألك، أنا عايزة الكل مركز يا جماعة، أنا هصطاد واحد واحد كده. طب يا مصطفى، أعمل ايه عشان أمشي قص ثلاثة؟ شقلب. ها مصطفى، شقلب؟ شقلب مين؟ عشان ما بس جوز ثلاثة يمس يمس، مفيش حاجة هتتشقلب يا ابني. نعم يا ميار، هذا بسيط. هنعمل لل64 دي عن ال17، هنحطها يعني في الجذر التكعيبي. هو انا مش عمالة اقول يا شباب يا جماعة يا جماعة، بالله عليكم لقيتوا قص ثلاثة، ايه اللي بيمشيه جذر التكعيب؟ لقينا جذر تكعيبي، ايه اللي يمشيه قص ثلاثة يا جماعة؟ الاتنين دول عكس بعض، اللي ماشي لي القص على طول الجذر، خد الجذر تكعيب طرفين محدش يقعد لي نايم، انا عماله اعيدها كذا مره اهو، انا عايزه امشي قص ثلاثه، خد الجذر التكعيب للطرفين، هو الجذر ده يا مستر اللي هيشيل، خلاص راحوا مع بعض، يبقى السين هتفضل اهي من غير قص ثلاثه، بالآلة بقى الجذر التكعيبي ل 64 او بدماغنا 4 في 4 في 4 أربعة في 64 و3 في 3 في 3 ب 27، يبقى 4 في 3 ده عدد نسبي، عدد نسبي ينتمي لمين؟ يبقى مجموعة الحل 4 على 3، يبقى تاني محدش ينسى، خد سكرين يا جميل، أخذت يس ماشي تاني يا جماعة تاني، دايما انا لو جبت لك كده سين تكعيب بتساوي 125 وانا بقول لك انا عايزه سين بس، على طول انت لقيت قص ثلاثة يا عبيدة، خد الجذر التكعيبي للطرفين اهو، ليه بقى؟ عشان القص بيمشي الجذر، يبقى السين بتساوي 5، جذر تكعيب ال 125 ب 5. طب لو لقيت العكس بقى، يعني ايه لقيت العكس مثلا؟ يعني انا بقول لك كده الجذر التكعيبي لسين بيساوي مثلا 8، فانت تعمل ايه عشان تجيب السين؟ مين عكس الجذر؟ القص، ما هما الاثنين دول عكس بعض، لقيت قص حط جذر، لقيت جذر احط قص، يبقى انا هحط قص 3 للطرفين، ليه بقى؟ عشان الجذر التكعيبي يمشي مع الثلاثة مع القص، يبقى السين بتساوي 8 قص 3 بالآلة، 8 قص 3 تطلع بكام؟ رقم كبير شوية، طلع بكام 8 قص 3 يا شباب؟ 8 في 8 في 8، 8 قص 3 دي معناها ايه يا أنس؟ يعني 8 في 8 في 8 بكام؟ خمسمية واتناشر تمام، يبقى السين بتاعتي 512، يبقى انا بعمل حاجتين دايما شغالين في الدرس كله بحاجتين، لقينا جذر
نروح حاطين قوس. طب لقينا قوس نروح حاطين جذر. بس سؤال تاني، سؤال تاني عشان الناس اللي ما فهمتش. لو احنا قلنا س زائد 3 س زائد 3 الكل أس 3 بيساوي 125، مين هيحل معايا يا شباب؟ نرفع ايدينا. أنا همس. يلا يا رودي، ايه اسمك روديه ولا رودي؟ لا رود. حلو الاسم ده، ماشي. يلا يا جميل، هنحط جذر تربيعي. جذر تكعيب ولا تربيعي. ايه؟ معلوم. ايوه صح كده، هي على طول ما شاء الله عليها لاحظت ان احنا عايزين نمشي الاس 3، فقالت احنا هنحط جذر تكعيبي عشان نمشي الاس. ما احنا لسه قايلين يا مس الاثنين عكس بعض، الاس عكس الجذر والجذر عكس الاس، بلاقي ده احط ده بلاقي ده احط ده. يلا كملي يا جميل. فكده اوريدي الاس راح اهو، يعني س زائد 3 هيبقى بقت سين من غير زائد 3 تمام. المية خمسة الجذر وعشرين التكعيبي ل 125 كام؟ في خمسة. كام في كام يجي 125؟ 5 صح. بس المسألة يعتبر خير. أيوة هنودي التلاتة بعكس إشارتها، أيوة، يعني هتروح بالناقص لأنها بالزائد، يبقى السين هتبقى هتساوي اتنين. بس كده. وفعلا الاثنين بتنتمي للأعداد النسبية. ممتازة يا رودي. استنى عبيدة، فهمتها ولا لسه؟ أنس فهمناها ولا ايه لسه صعبة؟ ها يا شباب، اللي مش فاهم يا مس عيدي مرة واتنين وعشرة ماشي، عادي، معلش يعني مش لازم نفهم من مرة واحدة عادي. معلش قول يا معلش، جماعة، عيديها كمان مرة. يلا واحدة زيها اهي نفسها بالظبط، هي نفس الفكرة. حد يحلها معانا؟ ممكن انا؟ يلا يا ميار تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل الجذر التكعيبي للطرفين. ممتازة، اكتب يا شباب، محدش يتفرج على شاشة. انت لو ما كتبتش وحليت ورايا مش هتتعود انك تحل لوحدك، لازم تكتب هيبقى معايا. كمل يلا يا جميل، كمل. معانا 3 س زائد 1 بتساوي سالب 2. ايوه ممتازة، لان سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 هيديني سالب 8، على طول بالآلة الجذر التكعيبي في سالب 8 يطلع لك سالب 2. كملي يا جميل. تمام، هنودي الواحد بعكس الإشارة، ممتازة، هيروح بالناقص، يبقى هيبقى الثلاثة سين معانا كده بقت لوحدها. أيوة 3 س بيساوي سالب 3. ممتازة. أتخلص بقى من الثلاثة اللي جنب السين ازاي؟ هي مضروبة في السين عكس الضرب. هضرب ال هعمل قص سالب 3 دي في التلت. هقسم بقى، مش عكس الضرب اسمه. اه انت بتضربي في المعكوس الضربي، ماشي فكرة برضه، ماشي صح برضه فكرتك. هي بتضرب في المعكوس الضربي، انا شايفه ان احنا نقسم على طول. التلاته سين مضروبه في التلاته مضروبه في السين، يبقى انا هقسم على التلاته هنا وهنا. ماشي تمام كمل. ماشي. سالب تلاته على تلاته امس بسالب، سالب تلاته على تلاته بسالب واحد، لان تلاته على تلاته بواحد والسالب بينزل، يعني سالب على موجب بسالب. فعلا ايوه السالب واحد بينتمي للمول. ممتازه يا ميار، ممتازه. ماشي سؤال تاني، تاخد سكرين ولا لا يا رودي؟ وبعدين باخد يا مس. ماشي، 2 سين أس 3 ناقص 5 بيساوي سين أس 3 زائد 3. أنا محلتش مسألة زي دي قبل كده، كل اللي فيها ان دايما السين الصغيره بتروح لاختها الكبيره. بصي الصغير ده بيقدر يتحرك براحته، الكبير قاعد صح في مكانه، مين اللي يا هيروح مس، هو احنا للكبيره؟ بنودي السن هناك بعكس الإشارة صح؟ بس انهي سين بقى الصغيره دايما؟ يعني احنا السن دايما بنشوف الثلاثة. الصغيره هي اللي تروح للكبير، الكبير ده صعب انه يتحرك بقى، كبر بقى.
الصغير لسه شباب فيقدر يتحرك براحته. فمين هنا الصغيرة؟ الاتنين س السين أس أس تلاتة ثلاثة. ولا س واحدة بس أس تلاتة؟ الس بس أس تلاتة، هي يبقى دي كأنها واحد. اه يبقى دي اللي سهلة الحركة، يبقى دي اللي هتروح لأختها التانية. يبقى س أس تلاتة دي هي اللي هتروح ليه هناك؟ عشان هي الصغيرة، هتروح بالسالب لأنها أصلا بالنور. يبقى تاني أنا أعمل إيه تاني؟ أقول الكلمتين اللي أنا قلتهم دول تاني. الصغيرة دايما هي اللي بتروح للكبير. مين هنا الصغيرة؟ السين أس تلاتة دي كأن جنبيها واحد، ودي اتنين، فأكيد الاتنين أكبر، يبقى الواحد أصغر، بس إحنا ما بنكتبش الواحد، عشان كده أنا هشيل نقطتين. يبقى السين أس تلاتة دي يا مس هي اللي هتروح هناك. الصغيرة هتروح للكبير، هتروح بالسالب لأنها بالموجة، فلما تروح هناك تروح إيه؟ بعكس الإشارة. طيب اللي بعديها، طب دي راحت، طب تعالوا نكمل. اتنين س تكعيب راحت هناك ناقص الس تكعيب، انا معايا اتنين س ونقصت منها واحده س، يبقى قال بس واحده، يبقى س تكعيب واحده. يا مستر بكتب الواحد؟ لا ما بكتبش الواحد، ملوش لازمه، بس انا عارفه ان انا طرحت اتنين ناقص واحد واحد، بس ما بكتبوش لان في س تكعيب بتنزل زي ما هي، والناقص خمسه هي موجوده بيساوي التلاته. خلاص دي بقى ما بقتش موجوده هنا، ما انا وديتها عند اختها الكبير. حل بقى مسالتك عادي، ينفع اخد جزء تكعيب هنا الاول؟ غلط، اخلص الاول من السالب خمسة دي وديها هناك بعكس الاشارة بالموجب، يبقى السين تكعيب اصبحت لوحدها اهي بتساوي 3 زائد 5 8. هنا بقى عايزين نخلص من القص 3، نعمل ايه؟ هاي شباب نعمل ايه؟ فاطمة، فاطمة احمد، جذر نعمل ايه تكعيبي، عشان نخلص من جذر القص 3 يا تكعيبي، فاطمة؟ فاطمة جذر احمد، ايوه جذر تكعيبي. اه جذر تكعيب للطرفين. لما اخد الجذر التكعيب للطرفين يا فاطمه، السين هتطلع بتساوي كام؟ القص هيروح مع الجذر باتنين، الاتنين تنتمي النون. طيب مين ما فهمش السؤال ده؟ ممكن مين ما تعيد فهمش؟ تانية لو سمحتي؟ بس ما فهمتش حتة الاتنين سين أكيد دي راحت تاني، فين؟ عارفة لو عندي مثلا خمسة س أس ثلاثة مثلا، تمام، زائد واحد بتساوي تلاتة س أس ثلاثة زائد تسعة. تعالوا نحل دي، نفس الفكرة، مين الصغير، خمسة س أس ثلاثة ولا تلاتة س أس ثلاثة؟ ها مين الصغير يا شباب؟ 30 أس 3 30 أس ثلاثة. مين اللي يروح لمين؟ الصغير يروح الكبير طبعا، هو اللي سهل انه يتحرك. يبقى 3 س اس 3 دي هي اللي هتروح هناك. طب لما تروح هناك هتروح بالايه؟ بالناقص. بس كده هي انا شلتها من هنا وديتها هناك، بس هو ده اللي انا عملته. اطرحي بقى 5 س اس 3 ناقص 3 س اس 3 يبقى 2 س اس 3 زائد 1 بيساوي 9. كملي الحل، ها نودي الواحد هناك بعكس نازل نقطة الإشارة، النقطة نفس الإشارة تبقى يبقى 8 2 س أس 3 تمام. اه 9 ناقص 1 8، بعد كده نقسم على الاتنين يلا يبقى أربعة. 6 3 ب 4. بعد كده العكس ليه القص مش الجذر، ناخد الجذر التكعيبي للطرفين. في جذر للأربعة؟ في جذر تكعيبي لا للأربعة؟ هتبقى لا تنتمي النوم. اه يبقى لا تنتمي النون، صح كده. يعني مجموعة الحل ايه؟ فاي. باي. طالما الرقم اللي طلع لنا ما بينتميش لنون هنقول مجموعة الحل ايه؟ فاي، لانه قال لي اوجدي مجموعة الحل في نون، احنا لسه ما خدناش الاعداد الحقيقية. بعد شوية لما ناخد الاعداد الحقيقية اقول لكم ساعتها نون ايه، بس هنا الاول قال لي اوجدي مجموعة الحل في نون، الرقم ده ما طلعش موجود في نون يبقى نقول له فاي. انت لو كتبت الجذر تكعيب الاربعة على الآلة هتعمل لك بوينت، هيتكتب لك رقم فيه بوينت، يعني هتلاقيها غالبا واحد علامة، أرقام بقى تانية كتير ما بتتكررش وما بتنتهيش. مين ما فهمش السؤال؟ أعيد تاني، في حد ما فهمش؟ لما بنلاقي اتنين سين في المسألة الصغيرة تروح للكبيرة، يبقى لما نلاقي اتنين سين في المسألة بتعمل ايه يا شباب؟ الصغيرة هتروح للكبيرة، محدش ينسى. محمود تعالى كده حل معايا يا محمود، سمعت صوتك النهارده يا محمود. نعم. يلا
الاتنين س زائد واحد الكل أس 3 ناقص 7 بتساوي 20. نعمل ايه يا محمود؟ ايه رأيك في المسألة دي؟ نعمل فيها ايه؟ يلا يا محمود قول لي اي حاجة براحتك عادي. ايه المشكلة لما تغلط؟ ما احنا لما نغلط اول مرة تاني مرة هنحل صح عادي. انا عادي الطبيعي ان احنا بني ادمين نغلط يا شباب، مش لازم احل صح يعني. ما انا لو ما غلطتش مش لازم اغلط عشان اعرف الصح عشان بعد كده ما اغلطش بتاني. قول يا محمود نعمل ايه؟ ايه اللي انت شايفه نقدر نعمله؟ براحتك. يلا يا محمود. على فكرة يا مس، دي المسألة اللي كنت بسألها لحضرتك وده كان ممكن. اه ما انا عارفه هو كله جاي بالتدريج وانا مش هصدمك مره واحده. ماشي. ها يا محمود قول لي اي خطوه حبيبي نقدر نعملها. اتفضل. نودي الاتنين عكس إشارة، الاتنين سين هتروح هناك فين؟ تروح فين؟ هتروح بعد ال20. بس لو الاتنين سين راحت هناك ده هنا في أس 3، يعني الأس 3 ده عارف مكتفها، تروح ازاي والأس 3 ده محطوط فوقيها؟ دي مسجونة، الأس 3 ده ساجنة ما ينفعش تتحرك. ها فكر في حاجة تانية يا محمود، ما ينفعش تتحرك على أنها مسجونة بالأس. الأس ساجنة يا محمود، ازاي تقدر تتحرك؟ مش هتقدر، ولا الاتنين سين تقدر تتحرك ولا الواحد يقدر يتحرك لأن هما الاتنين مسجونين بالأس. ها ريم ركز يا محمود هرجع لك تاني. يلا يا ريم. يا ريم ينفع اقول انا مس؟ انا عايز اسمع صوت ريم. يلا يا ريم اسرع. هاي يا ريم. طيب ملك. يلا يا ملك. مش هو انا رافعه ايدي من اول حصه وحضرتك ما بتختارينيش دايما. لا جايه لك، انا عارفه انك شاطره معايا من الحصه، انت كنت داخله التجريبيه اصلا عارفه انك ممتازه. جايه لك لا تقلقي. ثانيه لك سؤال كده للشطار. ماشي يا ملك. يا تقوى تقى يا مس، تقوى. اي ماشي يا تقوى. تقوى من تقوى بقى الاثنين زي بعض. انا عماله انده لملك ولا ملك رد ولا ريم رد. طيب انا بكتب على فكره في ورقه يا جماعه اللي بيحصل ده كله، يعني الكلام ده هيتبعت على الجروب بعد الحصه ان شاء الله. يلا يا طب بصي اسمك ده، بصي هقول لك تقوى برضو طول الوقت مهما تقول. يلا مشيها توامس. ماشيه تقوى. يلا يلا يا طب. هنودي السبعة بعكس الإشارة، يعني تبقى 20 زائد 7. الله عليك. يعني ايه يا جماعه الاتنين سين مش هينفع كده كده بتفضل مكانها، الواحد مش هينفع هنا اتحركه وما حركتوش ليه؟ لانه مسجون بالاس. فهي شافت اللي هيقدر يتحرك معاها على طول السالب 7 ده اللي حر. ممتازه. راحت وديته هناك بموجب 7. كملي يا جميل. ممتازه. هتبقى 27. تمام. يبقى 2 سين زائد 1 اس 3 خلاص السالب 7 بقى مشيت. بس 20 زائد 7 27. الله ينور عليك. كملي. بعدين عايزه عشان اخلص. نودي ايوه عشان نخلص من القص نجيب جذر صح. يبقى اقول باخذ الجذر التكعيبي للطرفين. ممتاز. يبقى اخد جذر تكعيبي هنا واخد جذر تكعيبي الناحية التانية. يبقى الأس هيروح مع الجذر. يبقى الاتنين سين زائد اتنين واحد زائد سالب. واحد ثلاثة. الجذر التكعيبي 27 3 صح. 3 في 3 في 3 في 27. أصبحت معادلة عادية بقى بتاعتش. كملي. بعدين نودي الواحد بعكس الإشارة، فهتبقى 2 س يساوي 2. اتنين صح. لأن 3 ناقص 1 2. ممتاز. وبعدين هنقسم هنقسم على الشرط 2 على الاتنين. يبقى السين طلعت بتساوي 2 على الاتنين فيها الواحد. الواحد.
خلاص يبقى الواحد ينتمي النون او بينتمي النون، يعني مجموعة الحل بتاعتي بواحد. واحد. ممتازة. بس ممكن اخد ايس كريم؟ طبعا ما المفروض ناخد كل ده وسطين. انا باخدهم واحطهم على الجروب بعد الحفظ. اوكي طيب يا ملك الدنيا اتظبطت عندك يا ملك، لان كنت ما كنتش كنا نعم سامعيني خلاص. كده. تمام يلا يا جميل، السؤال اللي بعده جهزي نفسك عشان ما سمعتش صوتك في اللي فات. طيب يلا نفس الفكرة تاني، 5 س ناقص 2